هاي اليوم رح نكون عم نشتغل شولدرز وترايسبس. شولدرز كثير مهم نشتغل مع الترايسبس لانه بتمرينة الشولدرز الترايسبس تبعنا ما عم بيشتغل ابدا. سو بنشتغل الشولدرز، بنشغل كل عضلات الشولدرز، رح نشتغل فرونت، ميدل، باك، بنرجع بنشتغل الترايسبس كمان ثلاث حركات نكون عم نصيب الترايسبس كله. Let's start بأول اكزرسايز. أول شيء رح نبلش بالفرونت ريز بحاجة لدمبلز. ستارتنج بوزيشن رح تكون من هون. اوكي، عم بطلع بالدمبلز لقدام، برجع بنزل على ستارتنج بوزيشن. سو 1 2 3. سو عم بطلع بالدمبلز لما بيل وجهي. 4 5 6 7 and 8. باخذ 5 second rest. سو هاي الحركة عم تشغل لي العضلة الأمامية بالكتف. 2 1 كمان 1 2. ما لازم اطلع كتير، تقريبا لحد تمي. 3 4 5 6 7 and 8. بياخد 5 second rest. 2 1. اوكي، هلا كمان رح نشتغل الفرونت ريز، رح نشتغل لحركتين بس هالمره رح يكونوا الايدتين مع بعضهم مش كل ايد لوحدها. بهيدي البوزيشن عم بطلع من هون، عم بطلع بالايدتين لما بيل وجهي وبنزل. 1 2 3 4 5. اذا هي جالسين ما بتعج كوعي انا وعم بطلع. 6 7 and 8. 5 second rest. هلا اكيد انها بالفرونت ريز بس كون عم نغير بوزيشن عم نصيب عضله بالعضله الاماميه مختلفه عن الثانيه. سو نحن عم نجرب قد ما فينا نصيب كل العضلات كل فايبرز بالكتف، منشان هيك بنغير نحن حركات بالايدين. 2 1. اوكي كمان 1 2 3. ظهر جالس. 4 5 6 7 and 8. 5 second rest. اكيد تمرين الكتاف كثير مهمه تقدر نعمل شيب ونقوي عضلات الكتاف وتلقائيا. يعني مثلا نقوي عضلات الكتاف ظهرنا بيجلس. لكل شخص بيعاني من طب بالكتف بهول الاكزرسايزز فيكون عم يجلس كتفه وعم بيصير البوستشر تبعه احسن. 2 1. اوكي، هلا بدنا نشتغل لاترال ريز. لاترال ريز يعني عم نشتغل على العضله اللي على جنب الكتف. اوكي، اذا جالسين ستارتنج بوزيشن من هون وعم بطلع. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 5 second rest. كثير مهمة هالحركة إذا يكونوا جالسين مددون على الآخر. بس عم بطلع لهون مش أكثر لحد ما بيل كتفي وبنزل. 2 1. يلا كمان 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 5 second rest. كمان رح نشتغل حركة تانية للسايد بس هالمرة رح يكون ايدي بهيدا الشكل. يعني كمان دمبلز حد اجري بهيدا الشكل وعم بطلع straight hands وبنزل. 1 2 3 4 5
6 7 8 5 second rest كمان نرجع بنعيدها 2 1 كمان ايدي من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 5 second rest سو اشتغلنا front اشتغلنا lateral او side ها بنشتغل الميدل اللي هي البريس 2 1 اوكي هلا رح نشتغل ارنولد بريس ارنولد بريس ايدي من هون بدي يكون منطلق فيهم عم بعمل روتيشن وبنزل 1 2 3 سو عم بعمل روتيشن بس هدايا الاخر بدقهم ببعضهم وبرجع 6 7 and 8 5 second rest كثير مهم الارنولد بريس لانه عم نشغل الميدل وكمان بارتي من الفرونت بنفس الوقت 2 1 كمان من هون بنبلش روتيشن بننزل 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest سو اشتغلنا front side middle هلا صار وقت نشتغل الباك او العضله الخلفيه بالكتف اوكي تنقدر نصيب العضله الخلفيه رح اعملها بهذا الشكل انا وراكي على التبي هيك بخفف من وجع الظهر بخفف بريشر على اللور باك نقدر نصيبها مزبوط اوكي سو ايدي بهيدا الشكل عم بطعش شوي كوعي وعم بفتح كل ايد لوحده 1 2 3 4 5 6 7 8 تاني ايد بطعش شوي كوعي بس عم بطلع ما عم برجع افتح كوعي سو عم ضلني محافظ على سيم بوزيشن وعم بفتح 1 2 3 4 5 6 7 8 5 second rest 2 1 اكيد اهم شيء ظهري يكون جالس كمان بطعش شوي كوعي 1 2 3 4 5 6 7 8 تاني ايد 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest سو اشتغلنا باك ميدل فرونت وسايد خلينا نشتغل اخر حركة كتاف قبل ما نبلش بالترايسبس اوكي اخر حركة ايدي بهيدا الشكل عم بطلع بالايدتين لفوق وعم برجع انزل اجمعهم هون 1 2 3 4 5 6 7 and 8 5 second rest 2 1 كمان نرجع بنعيدها 1 2 3 4 5 6 7 and 8 اوكي ليتس ستارت بالترايسبس سو اول حركه ترايسبس وانا نايم على الارض ايدي بهيدا الشكل ستريت هاندز كوع جالس ثابت عم بنزل لحد تمي وبطلع 1 2 3 4 سو كوعي ثابت ما عم بيتحرك 6 7 and 8 5 second rest
كثير مهم يكون كوعي ثابت بكل اكزرسايز تبع الترايسبس. طيب ثاني اكزرسايز رح يكون بهيدا الشكل، ايدي بهيدا الشكل عم بنزل على صدري وبطلع 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ثاني ايد 1 2 3 4 5 6 7 and 8. اوكي سو نحن اليوم كون اشتغلنا كتف وشغلنا معهم ترايسبس. هالسيشن كتير مهم يعني، وبالبيت قد ما فيكم بالكم stay healthy stay safe. بشوفكم بالنكست سيشن. باي.